واد تنسيفت، واد مراكش. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هادشي زوين بزاف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، منظر خيالي. والتنسيفت هذا هو، والتنسيفت. نتمنى الاعجاب ديالكم. غروب الشمس، الخليط ما غاديش تبان لكم واضحه. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي. حاليا كنتواجدوا في القنطره ديال تنسيفت، مراكش من هذا الاتجاه، اوريكا من هذا الاتجاه. القنطره ديال تنسيفت هي هذه. ايوا اجواء رائعه جدا، جميل. هاد البلاصه كلها زوينه. الواد هو هذا كما كتشوفوه. صورنا لكم بالدرون، هادي الدرون، هادي دابا الفيديو ديال الدرون. صورنا لكم من الفوق، احسن نصوروا من الفوق. هذا هو الواد ديال تنسيفت، وعندنا الحاسي هنا. هاد البلاصه فيه الحاسي. نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي، نتمنى البارطاج ديالكم. هاد البلاصه كلها فيها الحاسي، وهنا القنطره تحت، هنا القنطره. وهاد البلاصه فيها الغيز، ما نقدرش نغادر لكم تما حيت كاين الغيز وكاين الحاسي تما، والواد هو هذا كما كتشوفوه، وباقي غادي بالطريقه ديالو. نتمنى يعجبكم، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس مباشره. المدينة الجميلة، نتمنى الاعجاب ديالكم. كلشي دير ابوني. هذا هو واد تنسيفت، تبارك الله زوين، تبارك الله رائع جدا. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي. كلشي دير ابوني، كلشي اشترك. هاد المساحة كلها فيها الواد، هاد البلاصة كله فيه الواد. المساحة ديال هاد الواد كبيرة تبارك الله. بعض الناس يقول لك هاد الهواء ديال الفيضان بدون فائدة، هاد الطريقة خطأ. بعض الناس عزيز عليهم يكتشفوا الواد، حنا كنديروا مجهود باش نكتشفوا لكم أودية جداد، وفي نفس الوقت كنتظروا واتسوس يوصل. واتسوس تا هو تكون فيضان، ربما نوح ديال اكادير، ونصور لكم واتسوس، وخصوصا واد تيزنيت، واد كلميم في الصحراء المغربيه. هذه الاوديه كامل كنتظروا باش تكون الفيضان ويوصلوا باش نصوروهم ان شاء الله. واخا الطريق بعيده شويه من اكادير لمراكش، ماشي سهله، ولكن حنا اللي علينا درناه وغامرنا في الكل في الكل. صورنا، شاركنا معكم هذا الواد اللي هادشي اللي لقينا فيه. انا رايي الواد بدا كيتزاد شويه، ما بقاش كيما كان. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الواد، وربما هذا الواد جاء من جديد، غادي نرجعو نصورو لكم.